اليوم كان عقد المؤتمر العام 18 لحزب استقلال. أنا اليوم حاضرة بصفتي عضو مجلس الوطني ومناضلة وقيادية في حزب استقلال. أكيد بأن المؤتمر غادي يعرف واحد الأجواء اللي هي كما كنقولوا ديمقراطية، أجواء اللي غتعرف واحد الإفراز نخبة قوية، أمين عام مؤمنين بأنه قائد يصلح لقيادة حزب استقلال، ومناقشة الأوراق لا سيما القانون الأساسي اللي غيضم بنود وفصول أكثر قوة تتماشى مع روح الدستور وروح القوانين الأخرى. كذلك اليوم هي مناسبة لمناقشة ميثاق الأخلاقيات اللي نص عليه جلالة الملك في الرسالتين اللي رسلهم المجلس النواب بمناسبة الاحتفال بستين سنة لافتتاح البرلمان، كذلك لتهنئة رئيس مجلس النواب بتقلده المنصب رئاسة مجلس النواب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.